السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. ندوة في نواكشوط تبحث الأصالة والمعاصرة في الأدب الموريتاني بمشاركة عدد من الباحثين والأساتذة الجامعيين. المرشح الخاسر في الانتخابات الغابونية جان بينغ يدعو المجتمع الدولي إلى وساطة ويقول إنه لن يخون الشعب. زايد تنظيم الندوات والمحاضرات في العاصمة نواكشوط خلال شهر رمضان المبارك يعالج قضايا مختلفة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. بحثت ندوة نظمت في العاصمة نواكشوط موضوع الأدب الموريتاني بين الأصالة والمعاصرة. شارك فيها عدد من الكتاب والباحثين والأساتذة الجامعيين. وناقشت الندوة أبرز المراحل التي مر بها الأدب الموريتاني والتطور الذي شهده عبر الحقب الزمنية التي مر بها. نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي. جمعية رياض الخيرية والثقافية تنظم في قاعة الأنشطة بالمتحف الوطني أولى ندواتها الثقافية في هذا الشهر الكريم تحت عنوان الأدب الموريتاني بين الأصالة والمعاصرة. الندوة أنعشها الدكتوران محمد أمين الكتاب والشيخ السيد عبد الله، وذلك بحضور جمع من الأكاديميين والباحثين الموريتانيين. الندوة تناولت واقع الأدب الموريتاني بين الأصالة والمعاصرة، حيث تحدث المحاضرون بإسهاب عن الأدب منذ نشأته وحتى الآن، كما تعرضوا لمختلف مراحله وأغراضه. هذا وقد ختمت الندوة بمداخلات وأسئلة الحضور الذين أثروا النقاش، وقد أجاب المحاضرون على مختلف الاستشكالات التي أثيرت. دعا المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الغابونية جان بينغ المجتمع الدولي إلى وساطة في الغابون من أجل استعادة ما سماه النصر، الذي قال إن صناديق الاقتراع أفرزته وضمان ظروف سلمية لتسليم السلطة له. وأكد جان بينغ في تصريح له رفضه الحوار مع علي بونغو أوندمبا، مضيفا أنه لن يخون الولاية التي منحه إياها الشعب الغابوني بكل حرية. تنظم عدد من الجمعيات والهيئات الثقافية خلال شهر رمضان المبارك ندوات ومحاضرات ضمن نشاطاتها الموسمية الخاصة بالشهر، وتعتبر روضة الصيام من أقدم البرامج الدينية الثابتة خلال شهر رمضان في نواكشوط، حيث تستضيف خلال كل يوم من أيام رمضان حد الفقهاء حول موضوع مختلف عن الذي سبقه والذي يليه. نتابع المزيد من التفاصيل ضمن هذا التقرير. الإطلالة المباركة لشهر رمضان الكريم تحمل معها أنشطة علمية ودعوية تناقش مختلف المجالات المعيشة. الأنشطة العلمية تتناول جل المواضيع التي يعيشها الفرد اليوم، خاصة تلك التي عليها مدار سعادته في الدارين. جمعية المرأة للتربية والثقافة تطلق النسخة الخامسة من المجالس الرمضانية تحت شعار لعلكم تتقون، وهي تضع بذلك لبنة خير في هذا الشهر الكريم. الدولة إذا استقامت وقدمت خدماتها للناس حينئذ ستكون دولة متقية، وستستقيم الرعية والناس على دين ملوكهم. وقديما عندما استقام محمد المهدي وهو ثالث خلفاء بني العباس استقامت الرعية استقامة عجيبة، يقول فيها أحد الشعراء: تلقى الأمانة على حياض محمد ثولاء مخرفة وذيب أطلس، لا ذي تخاف ولا لهذا صولة، تهدى الرعية ما استقام الريس. برنامج روضة الصيام من أقدم البرامج الدينية يستضيف علماء وفقهاء ودعاة يسعون إلى بث روح الخير ونشره في المجتمع في جو تتلاحم فيه مشاعر التقرب إلى المولى تبارك وتعالى والطمع فيما عنده من الأجر والمثوبة. والذي يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر وهو لا يأتي شأنه شأن بني إسرائيل، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أفلا تعقلون إذا كنت تعلم أن هذا من المعروف وأنه ينجيك في الدنيا والآخرة فاعمله قبل أن تأمر به.
هذا وتأتي هذه الأنشطة ضمن الفعاليات التربوية التي تنظم في كل موسم رمضاني بغية حمل الناس على الاقتداء بالهدي النبوي والارتقاء بهم في مدارج السالكين. في ذات السياق، ناقشت روضة الصيام في محاضرتها اليومية ليوم أمس موضوع محبة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال التطرق لحكمها وأسبابها ومقتضياتها. قدم المحاضرة الفقيه الموريتاني أمين للشواف، حيث أصل لمحبة النبي الكريم وضرورة تحققها من أجل اكتمال الإيمان. إن حكم محبة محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء مبينا في أحاديثه الشريفة هو أنه واجب، بل هو ركن من أركان الإيمان، حيث إنه لا يتم إيمان أي إنسان من هذه الأمة إلا بعد أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة تامة، محبة لا تفوقها محبة يجعله في أقرب الناس إلى قلبه، لا يرى لأحد قربا ولا منزلة ولا عظمة أقرب ولا أعلى من محمد صلى الله عليه وسلم. ومصداق ذلك ما جاء في قوله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، وفي رواية: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وحتى نفسه التي بين جنبيه. اعتبر الشواف أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجب شرعي وإحدى أساسيات الإيمان، حاثا على الاقتداء بالنبي والتمسك بسنته. إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست شيئا يخير المؤمن في القيام به وعدم القيام به، إنها ليست من الجائزات، وإنها ليست من المندوبات، وإنما هي من الواجبات ومن أساسيات هذا الإيمان. فمن لقي الله سبحانه وتعالى وقلبه ليس ممتلئا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لقي الله تعالى وهو يشعر أن مخلوقا في هذا الكون أقرب إلى قلبه وأعز إلى نفسه من محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لقي الله سبحانه وتعالى وهو ليس مؤمنا ذلك الإيمان الذي يرضي الله جل جلاله والذي جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد من محبة هذا النبي الكريم. هذه المحبة تجعلنا نستشعر قربه من قلوبنا، نخاطبه وكأنه حاضر بيننا. تعلمون أننا في التشهد نقول: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لشأن منفصل، حيث انتخبت جمهورية ساحل العاج عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة خلال أعمال الدورة 72 للجمعية العامة للمنظمة المنعقدة في نيويورك. وقد حصلت ساحل العاج على 189 صوتا من أصل 192، وحصلت بذلك على العضوية غير الدائمة بالمجلس. أطلقت جمعية شباب حسي الطين للثقافة والفنون أنشطتها الرمضانية الخاصة بالموسم الحالي، وتضمن إعلان الانطلاقة تنظيم محاضرة حول موضوع الوحدة والتسامح. وقد دعا المحاضر الرئيس في الندوة إلى إحياء ثقافة التعاضد والتآخي وإصلاح ذات البين، اقتداء في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. نتابع. جمعية شباب حسي البكاي للثقافة والفنون تطلق أنشطتها الرمضانية خلال الموسم الحالي، أنشطة تضمن تقديم محاضرة تبحث موضوع الوحدة والتسامح، ضرورات اجتماعية وثوابت دينية. وأبرز المحاضر مفهوم الوحدة في الإسلام، تلك الوحدة التي جمع النبي صلى الله عليه وسلم بها المهاجرين والأنصار بعد أن نزغ الشيطان بينهم، وهي وحدة مبنية على العدالة والمساواة والمؤاخاة، فضربت مثالا في التعايش السلمي. هذا النبي العظيم
سلسلة آبائه مع أنهم كانوا يعيشون في الجاهلية، الله سبحانه وتعالى عصمهم من الخنا وعصمهم من الفواحش، في الحقيقة عصمة لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومنهم والده المباشر عبد الله. فعبد الله والنبي صلى الله عليه وسلم أنذاك لا زال في ظهره أي في صلبه، مر ذات يوم على امرأة كانت قد قرأت عن النصراني في كتب النصرانية من علامات النبي المتضع، فقالت إن لم يكن هو فهو ابنه. ودعا المحاضر لاستلهام تلك المعاني والقيم العظيمة التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معاني تحث على التعاضد والتآخي، ودعا إلى إحيائها وإصلاح ذات البين في وقت أحوج ما يكون المجتمع إلى تقويم الاعوجاجات واستلهام تلك المعاني التي سادت المجتمع الإسلامي خلال عصر النبوة، ولن يكون ذلك إلا بالعودة إلى منهجه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أو قال التقوى ها هنا، أشار إلى صدره، أي أن التقوى من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله. بمعنى آخر أنه لا يمكن لأحد أن يقول فلان أفضل من فلان أو فلان أكرم من فلان. لماذا؟ لأن المسألة تتعلق بأمر قلبي، والأمور القلبية من الأمور الغيبية التي لا يطلع عليها إلا الله. واعتبر المتدخلون أن الاختلاف والخلاف في الألوان والأعراق والأفكار واللسان هو في حد ذاته جمال وإبداع، محذرين أن يتطور ذاك الخلاف والاختلاف إلى صراع من أجل البقاء. إلى الشأن الفلسطيني، حيث قمعت عناصر من قوات الاحتلال الصهيوني مظاهرات خرجت في مدن فلسطينية عدة تنديدا بتشديد الحصار على قطاع غزة. وقد أطلقت قوات الاحتلال العيارة النارية والقنابل المسيلة للدموع، ما تسبب في إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين. نتابع. أصيب شاب على الأقل بجروح وآخرون بينهم 7 مسعفين بحالات اختناق الجمعة جراء إطلاق قوات الاحتلال عيارة نارية وقنابل مسيلة للدموع تجاه المشاركين في تظاهرات نذير الغضب المنددة بتشديد حصار غزة في نقاط التماس مع الاحتلال الصهيوني شرق القطاع. وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام أن الشبان تجمعوا في 5 نقاط على امتداد السياج الأمني الصهيوني الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة منذ عام 1948، وأشعلوا إطارات سيارات في المنطقة الحدودية. وبدأت قوات الاحتلال بإطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع بشكل متقطع تجاه عشرات المشاركين في تظاهرة سلمية منددة بالحصار، ما أدى إلى إصابات بالاختناق. وفي ذات السياق تجمهر عشرات الشبان على شارع العودة قبالة تلة أم حسنية والمدرسة شرق مخيم البريج، وأشعلوا إطارات سيارات فيما انتشر قناصة الاحتلال داخل السياج الأمني وسط حركة نشطة لآليات الاحتلال في المنطقة. وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة أحدهم بعيار ناري في ركبته، وجرى نقله لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. وأصيب 7 مسعفين بمدينة غزة بحالات اختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل غازية تجاه سيارات الإسعاف قرب موقع ناحل العوز شرق المدينة. وشهدت الأطراف الشرقية لمدينة غزة وشمال القطاع 3 تظاهرات مماثلة وسط محاولات اقتراب من السياج الأمني الصهيوني لرفع الأعلام الفلسطينية. وكانت الهيئة الوطنية لكسر الحصار دعت إلى تظاهرات يومية لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم شرق القطاع رفضا لتشديد الحصار على غزة. وتفرض قوات الاحتلال حصارا مشددا على قطاع غزة منذ عام 2006 وشددته منتصف 2007 فيما اشتدت وتيرة الحصار في الآونة الأخيرة بعد قرارات اتخذتها السلطة في الضفة المحتلة تمثلت في فرض ضرائب على وقود محطة الكهرباء وخصومات بنسبة تزيد على 30% على رواتب الموظفين ومطالبة الاحتلال بوقف إمدادات الكهرباء للقطاع. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. ندوة في نواكشوط تبحث موضوع الأصالة والمعاصرة في الأدب الموريتاني بمشاركة عدد من الباحثين والأساتذة الجامعيين. المرشح الخاسر في الانتخابات الغابونية جان بينغ يدعو المجتمع الدولي إلى وساطة ويقول إنه لن يخون الشعب.
زائد تنظيم الندوات والمحاضرات في العاصمة المبثوث خلال شهر رمضان المبارك لنقاش قضايا مختلفة. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثانية موجز إخباري بحول الله، دمتم في أمان الله.